شو رأيك نروح هلا على الغرفة وننام ونحكي قصة حلوة؟ حبيب ماما انت استنى. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين وكيف دخلت؟ ما حدا مناني. وين الحراس؟ ما في حدا منهم، كلهم بدوروا علي. انت ساري، اطلع من البيت قبل ما انادي لك كل الحراس. قلت لك ما في حدا منهم، لا تتعبي حالك. شو بدك منا يا ساري؟ بدك مصاري بعطيك، بس اطلع من البيت. وين ابراهيم؟ بدي احكي معه. ابراهيم مش موجود. ابعد عن ابني، ما تمسكه، هذا ما لي غيره. لا تخافي يا ست، انا ابن ناس وما باذي لا الحريم ولا الصغار. اعمل معروف اتركنا بحالنا. وليش انتم بتتركوا الناس بحالهم؟ البيك حابس صابر. صابر؟ صابر ابن عمي، جوزك حابسه. انا ست ما بطلع من البيت، ما بعرف جوزي شو بعمل. قولي للبيك اذا ما ترك صابر بحاله رح ادفنا وهو طيب واحرق البيت على اللي فيه، انت فاهمه؟ ساري كان هون. ايش بتقولي؟ ساري كان هون بالبيت واقف قدامي وحكي معي. ابراهيم في البيت؟ ساري جرى ودخل لبيتي؟ الحرس بدور عليه. حتى لو كانوا حرسك هم ما كان رح يقدروا يمنعوه. منعوه وبيذبحوه كمان. لا يا ابراهيم لا. هيدا هيدا شو عامل معك؟ اذاكي ما ايده عليك او على وحيد؟ بالعكس بالعكس، كان شهم. شهم؟ كان بيقدر يأذيني او يخطف ابني حبيبي او حتى يذبحه. ما فيش حدا في البيت غيري انا وهو. لكن بالعكس ما عمل اشي غلط. ابراهيم الله يخليك، انا كثير خايفه مش قادره واقف. الله يخليك. عايدة شو عمل معك؟ اسال عنك. اسال عني شو كمان؟ هدد اذا ما طلعت صابر من الحبس الا يرجع ويحرق البيت على اللي فيه. جبان جبان، واحد مثل هذا بتجرأ وبيهددني؟ هذا شبان ما بيقدر يعمل اشي. بالعكس بيقدر. بيقدر يا ابراهيم. ابراهيم انا وابنك كنا تحت رحمته، بيقدر يعمل كل اشي. كذب حرامي. طلع صابر من الحبس. لا انا ما بخاف منه. ابراهيم ابراهيم طلع صابر من الحبس، انا خايفة بترجاك، انا كتير خايفة. عايدة لا تخافي، انا رايح اجيب حرس كمان، راح احط حرس بكل قرنة وكل زاوية. طلع صابر من الحبس، حياتنا أهم منه.